هذه قصة الكوبيين الخمسة. ألعب كاراتيه؟ لا لا. درست العلاقات الدولية لأكون دبلوماسياً ولست عسكرياً محترفاً. اسمي فرناندو غونزاليس يورت. المرة الأولى التي رأيت فيها ابنتي تمشي كانت من خلال هذه الفتحة. أنا كوبي وأملك ما يملك كل الكوبيين. نحن خمسة كوبيين وطنيين. خمسة رجال كانوا معتقلين في سجون الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الخمسة خارج السجن، الخمسة في كوبا أحرار. هذه ساحة الثورة، وفيها ينتصب تمثال خوسيه مارتي الشهير. في الحقيقة بدأوا ببنائه قبل الثورة، وعندما قامت الثورة حسنوه قليلا. وخوسيه مارتي طبعا هو الشخصية القومية في كوبا. السائق الكوبي لا يتوقف أبدا للمرة. اسمي بيل هاكويل. أنا مصور وثائقي اجتماعي من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المعرض الذي أقمناه هو تعاون بيني وبين سبعة مصورين كوبيين معاصرين. لطالما قلنا إن الكوبيين الخمسة أبطال الشعب الكوبي، وكان يقول لي البعض إنني أخترع ذلك المصطلح، وإنها مقارنة مبالغ فيها وإنه مصطلح غير واقعي، لكن الأمر ليس كذلك. لم تكن خرافة عندما عاد الكوبيين الخمسة واحتضنهم الشعب الكوبي، وهو ما يزال يحتضنهم. لقد رأيتم أينما ذهبوا يقاربهم الناس ويطلبون التقاط صورة معهم، لأن الشعب الكوبي وقف بقوة وطالب بإعادة الكوبيين الخمسة. فكان يعرف أنهم دافعوا عن كوبا بنزاهة ضد الهجمات الإرهابية، وتحولوا إلى رمز حقيقي وهم في السجن لمدة 16 عاما. حدث في 12 من سبتمبر عام 1998 تقريبا السادسة إلى ربع صباحا، كان يوم السبت. كانت عملية كبيرة. جاء فريق من القوات الخاصة الأمريكية أو كما يسمونه سوات، ودهم 10 أماكن سكنية في اللحظة ذاتها في جنوب ولاية فلوريدا، وأخذونا فورا إلى المقر الرئيسي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي. لطالما كان نضالا أخلاقيا بالنسبة إلينا، كنا هناك لنوقف قتل الناس. ذهبنا إلى الولايات المتحدة لنمنع الإرهاب الأمريكي الذي كان سيقتل الشعب الكوبي، وفجأة اعتقلونا وسجنونا في زنازين، ثم حكمتنا الحكومة التي تحمي الإرهابيين. أعتقد أن حرية الإنسان تكمن في عقله. أعتقد أن حرية الإنسان تكمن في براءته ونقائه.
حرية الإنسان تكمن في قدرته على استيعاب غاية وجوده في الحياة، وهي بسيطة: أن يستيقظ كل يوم وينوي أن يقوم بالأعمال الصالحة المفيدة، وكل شيء آخر يسجنه، والسجان هي الأنانية. نحن نؤمن بالسلام قبل كل شيء. نحن لا نؤمن بالإرهاب بل نعادي كل أنواعه. نحن نناضل للدفاع عن شعبنا، وليس فقط عن شعبنا بل عن الإنسانية ضد أي عدوان وضد هيمنة الإمبريالية علينا بفرض ثقافتها وأيديولوجياتها. هذا قرار كل شعب وليس قرار قوة أجنبية، فكل يختار طريقه، وهذا ما نناضل من أجله. عندها سجنونا في زنزانات مختلفة وقاموا باستجوابنا. كان لدى ثلاثة منا هويات مزورة، كنا مسؤولين غير شرعيين في الاستخبارات. مثلا كنت أنا ورامون نملك هوية رجل من بورتوريكو، أما فرناندو فكان يملك هوية رجل مكسيكي، وكانوا يصرون على أننا كوبيون. العمل في الإقليم الأمريكي باسم حكومة خارجية دون إبلاغ المدعي العام. أما التهمة الثانية فكانت المؤامرة للعمل كعميل أجنبي دون إبلاغ المدعي العام. أما الاتهامات الأخرى فكانت طفيفة وكانت متعلقة بحيازة وثائق مزورة، أي الشخصية المزورة التي كنت أعيش باسمها في الولايات المتحدة، والوثائق الأخرى كجواز السفر أو ما شابه. بالفعل كانت اتهامات طفيفة. حتى أنهم أعطونا هواتف لنتصل بالقنصلية الكوبية في واشنطن. كانوا يريدون ربطنا بكوبا، لكننا أصرينا على أننا لا نعرف عما يتحدثون وأننا لسنا كوبيين. ثم أتى رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في جنوب فلوريدا آنذاك، وكان من بورتوريكو، جاء لاستجوابي، وجه إلي الأسئلة عن بورتوريكو محاولاً أن يثبت أنني لست من بورتوريكو. أجبته عن كل الأسئلة وأزعجه كثيراً هذا الأمر. كان يقول لي: أنت لست بورتوريكياً، وأجيب: نعم أنا بورتوريكي. ومن ثم يقول: سوف تتعفن هنا في السجن. أنتم تعلمون أن الكوبيين الخمسة كانوا يرصدون المنظمات الإجرامية. منطق الإمبريالية عند سجنهم يعطي حصانة كاملة للإرهابيين. أرادوا شراءنا. كان هدفهم الرئيسي أن نخون الثورة ونشجبها ونبلغ عنها، لكنهم لم يصلوا إلى مبتغاهم. أمضينا ساعات عديدة في الاستجواب في غرف منفصلة. في النهاية أخذونا إلى مركز الاحتجاز في ميامي، وأمضينا 17 شهرا هناك من أجل المحاكمة. ثقافتنا هي ثقافة المقاومة والنضال. عندما يلقون القبض على المرء لا يقولون له ما هي التهمة الموجهة إليه، لم يقولوا لنا ماذا كانت التهمة بالتحديد، بل قالوا إننا عملاء كوبيون وجواسيس كوبيون، وعموما هذا مصطلح يستخدمونه بحرية كبيرة. عندها لم نكن نعلم أن إحدى التهم الرسمية التي كانوا سيوجهونها إلينا هي التآمر لارتكاب فعل التجسس. لم يحددوا لنا ذلك في وقتها، بل قالوا إننا محتجزون لكوننا جزءاً من شبكة الجواسيس الكوبية. إن القوة الدافعة لنضالي هي تاريخ شعبي وشعور بأنني إن لم أفعل شيئاً من أجل إفادة هذا العالم فإن العالم الذي سيرثه أبنائي سيكون سيئاً جداً.
هذا الوعي هو ما يدفع روحي وعزمي على الاستمرار في النضال للوصول إلى عالم أفضل. هذه الزنزانة هنا هي زنزانة العقوبة المسماة الحفرة. في هذه المساحة أمضينا كل الوقت باستثناء ساعة واحدة كانوا يخرجوننا فيها إلى زنزانة أكبر لنمشي قليلا. في العادة كانت باردة جدا، ومياه الاستحمام كانت ساخنة جدا، والجدران كانت ناصعة البياض تكاد تعميك بانعكاسها. هنا قمنا بأشياء عديدة للبقاء على قيد الحياة. قمنا بالكثير من التمارين هنا، مثل تمرين سحب البار أو العقلة، حيث كنت أرقد هنا لمدة نصف ساعة أو ساعة فقط لأبقي نفسي في حالة صحية جيدة. خرجنا أقوى مما كنا عليه عند دخولنا. المرة الأولى التي رأيت فيها ابنتي الصغيرة تمشي كانت من خلال هذه الفتحة. كانت زوجتي تأتي بها إلى الشارع، وأنا كنت أتحرك أمام الزجاج مرتدياً بدلتي البرتقالية كي يروا في أي زنزانة كنت موضوعاً. فكانت ابنتي تخطو أولى خطواتها في ذلك الشارع، وأنا أرى فقط بعض الشعر الأسود يمشي ويتعلم المشي شيئاً فشيئاً. هذا هو الخيط الذي كنا نستخدمه للتواصل مع أصدقائنا، فكنا نمرره من تحت الباب إلى الزنزانة التي في الأمام وهم يسحبون الخيط. هكذا كنا نتواصل. هذه مجموعة شطرنج صنعتها من الورق المقوى، فكان كل ما يدخل إلى الزنزانة هاماً. كانت زوجتي في ميامي عندما اعتقلوني وعرضوا علي اتفاق التماس قبل المحاكمة بثلاثة أشهر فقط. هددوا بترحيل زوجتي إن لم أوافق. بالطبع رفضت. أذكر أنه في آخر مرة قامت فيها بزيارتي قلت لها إنهم عرضوا علي اتفاق التماس وإنها قد تواجه العواقب لأنني رفضت التعاون مع المدعي العام. وبعد ثلاثة أشهر اعتقلوها وسجنوها لمدة ثلاثة أشهر. كان الأمر صعبا جدا إذ وضعوها في سجن آخر وعاملوها بقسوة شديدة، لكنها قاومت. أذكر أنه عندما زارها المحامي الخاص بي كان ساخطا بسبب اعتقالها، فزارها في السجن وتحدثا. وأول شيء قاله المحامي لي في اليوم التالي عندما سألته عن حال زوجتي وكان المحامي معجبا جدا بها، قال: لقد قالت إن لم تشي الآن فإنك لن تشي أبدا. فقلت له: هكذا هي زوجتي. وأجابني: لا، بل أنت زوجها. أمضت ثلاثة أشهر في تلك الزنزانة
ثم رحلوها إلى كوبا ولم يسمحوا لها برؤيتي مجددا حتى عدت، لكنها كانت قوية جدا، ولا أظن أن ابنتي كان من الممكن أن تحظى بأم أفضل. إنه رجل محبب، هذه ابنته الصغرى كانت موجودة البارحة، لقد رأيتها أليس كذلك؟ عندما عاد الرجال الخمسة إلى كوبا سئلوا ماذا تريدون أن تفعلوا؟ وأول ما فعله هيرالدو بعد أن التقى مع راؤول والعائلة قال أريد أن أزور المقبرة حيث دفنت أمي، لأن والدته كانت قد توفيت عندما كان مسجونا. العديد من الكوبيين الخمسة خسروا أقرباء بينما كانوا في السجن ولم يستطيعوا أن يروهم أو يودعوهم. الأمر الثاني الذي طلبه هيرالدو وهو ترعرع في مجتمع متواضع زيارة مدرسته الابتدائية ورؤية الأطفال. البارحة شاركت في اتحاد المرأة الكوبي واستغليت الفرصة لأشيد بدور الأمهات. هنا أكثر من عانى من كل هذه العملية. نحن كانت لدينا مهمة ننفذها، هنا لم يكن جزءا من قرارنا بتنفيذ العملية إذ أن طبيعة العمل لم تسمح لنا بمشاركتهن. هذه الصورة الفريدة التقطها إسماعيل فرانسيسكو تؤرخ لحظة أول لقاء لهيرالدو بوالدته ماجالي في المطار. لقد كنا طليقات لكنهن عانينا بسبب وجودنا نحن في السجن. في كل مرة كانت تزورني أنا أعلم مدى الألم الذي كانت تشعر به. في آخر زيارة قبل الصعود إلى الطائرة كان عليها أن تعبر باباً إلى الشارع وأن تراني داخلاً إلى السجن مرة أخرى عبر باب آخر، تسأل نفسها متى ستراني مجدداً. نحن كنا نعرف كيف نتحمل السجن ونستمر في العيش، لكنهن في الخارج كنا يعشن في قلق دائم حول ما قد يحصل لنا في الداخل، وبالرغم من ذلك كرسنا أنفسهن للنضال من أجل تحريرنا. هذه تظهر قوة الأمهات في هذا النضال، وكانت قوة بالغة الأهمية. والدة هيرالدو توفيت، أما والدة رامون فكانت قد توفيت قبل سجنه، لكن الأمهات الثلاث الأخريات كن قويات جدا جدا. زوجتي هي حب حياتي، هي أم ابنتي وشريكتي وأختي وصديقتي، هي معلمتي وهبة من الله في حياتي، رافقتني دائما في السراء والضراء وساندتني في نضال الذي استمر 15 عاما. لطالما وقفت إلى جانبي. نعم تلك هي زوجتي. عندما اعتقل رامون لم أكن أعلم طبيعة عمله الحقيقية، كانت لحظة لا يمكنني أن أصفها حتى اليوم، إذ إنني كنت فخورة جدا به من جهة، ومن جهة أخرى كنت حزينة جدا. كان لدي طفلتان، إحداهن في عمر السنة فقط والأخرى كانت في عمر 6 سنوات. I have to become the mother and the father of our children. اضطررت أن أصبح أماً وأباً. كان علي أن أعمل كل ما في وسعي لأعلمهن وأساعدهن لأن يترعرعن في منزل عادي. لكنني كنت أعي أنه لم يكن كذلك، لأن حياتي لم تكن تشبه حياة أي امرأة أخرى قررت أن تهتم بأطفالها لوحدها. Tomorrow, our tomorrow will be
مستقبلنا أكثر إشراقاً من حاضرنا، لأن كل أحلامنا وخططنا التي لم نستطع تحقيقها والتي لم تكن ممكنة طوال كل تلك السنين التي عشناها في الظلام، نحن نحارب الآن لنجعلها حقيقة. اضطررنا أن نواجه مرض روبرتو شقيق كروني، وكانت مواجهة من منطلق أليم جدا، لأن روبرتو كان رجلا شابا من عمري، وكان قد ناضل ليس فقط بصفته شقيق روني بل بصفته شقيق الخمسة ومحامينا. أثناء الأعوام الستة عشر هذه خسرنا العديد من الأقرباء العزيزين، كل الذين رحلوا تركوا لنا نارا ما زالت مشتعلة. Pero por una causa justa y verdadera no tuvieron ninguna culpa. شيء آخر رأيناه في قضية الكوبيين الخمسة كان امتداد العقوبة إلى الأمهات العجائز والزوجات وحتى للأطفال. لسنين وعقود تلاعبوا بتأشيرات الدخول وتلاعبوا بالزيارات العائلية، منعوا التواصل بين الزوجين وأعاقوا التواصل المنتظم وهو من حق أي سجين، أعاقوا التواصل بينهم وبين عائلاتهم. من هو السجان؟ هو الإمبريالية. أسوأ سجان للإنسانية هي الأنانية السائدة في النظام الرأسمالي، فهو أناني في الصميم. هو السجان في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى من العالم حيث عانى الكثيرون. هو الإثم الذي يتسبب بالحروب والذي يساند إسرائيل لتستمر في سلب الأراضي الفلسطينية واللبنانية. هذا هو السجان الحقيقي. ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية حيث اختفى الكثيرون في الأرجنتين والأوروغواي وتشيلي على يد حكم الأقلية المتمثل بمجموعة فاشية، لكن السبب وراء ذلك كان دعم الإمبريالية الأمريكية كما تدعم إسرائيل الآن. السجان هي الولايات المتحدة الأمريكية. سأقول إن السجان هو الرأسمالية، إنه رأس المال الذي يدفع غرائز أولئك الذين كانوا يلاحقوننا، والذي يحرك طموحات الحكومة الأمريكية التي لطالما عارضت تطلعات الشعوب مثل الشعب الكوبي في حصوله على حياة أفضل. أنا أحب الخمسة، أنا أحبهم، وكل يوم أرى الخمسة. غدا سأذهب إلى الساحة لأجل الكوبيين الخمسة. نحن هنا ولأول مرة في كوبا، إنه حلم يتحقق أن نستطيع رؤيتهم سوية. قال فيديل إنهم سيعودون وهم الآن أحرار مع هذا الشعب الحر. نحن في تشيلي ننظر دائما إلى كوبا ونسعى لأن نقتدي بها،
نحن سعداء بوجود الكوبيين الخمسة بيننا الذين سجنوا ظلما طوال سنين عديدة من قبل الإمبريالية الأمريكية، ونحن اليوم أتينا لنحتفل معهم بحريتهم. لدينا رسالة للكوبيين الخمسة من أستراليا. نحن سعداء جدا بعودتكم إلى عائلاتكم. لم ترتكبوا أي جريمة في رأينا. نحن نتضامن معكم من صميم قلوبنا. Avanzada marchan hoy los cinco héroes en compañía de sus familiares. الكوبيون الخمسة هم الحب والثورة والكرامة، وهم رمز الشجاعة والسمو والفخر. هم كل السجناء السياسيين في العالم. نفتخر برؤيتهم ومعانقتهم ومعرفة أنهم لن يخذلونا، وأنهم سيكونون إلى جانبنا دوما، وأن كل ما فعلناه من أجلهم لا يعتبر شيئا مقارنة مع ما قدموا. لطالما عرض هذا الشعب سجن الكوبيين الخمسة، ولطالما نضلنا لتحريرهم. Cinco héroes que vinieron el 17 de diciembre a decir que siguen luchando. ضحوا بأنفسهم لصالح بلدهم. نشكر الرجال الخمسة على ما قدموه. إذن في المبدأ رافقناهم في الأيام الأولى، وبصفة مصورا سعيت دائما لأن أكون موضوعيا، لكن الأمر ليس موضوعيا البتة بل شخصي، إذ أننا نعرف عائلاتهم والتقينا بهم خلال السنين، وكان من الصعب الامتناع عن البكاء وأنا أصور. كان أمرا صعبا، وجب علي أن أحاول أن أخطو خطوة للوراء، لأنه لا يمكن التقاط صور جيدة دون الابتعاد. وفي صوري وصور المصورين السبعة الآخرين يمكن رؤية، كما قلت، التعبير الرائع عن المحبة والسعادة، لأنه كان انتصارا واضحا للشعب الكوبي. ومهما حصل الآن في العلاقات بين كوبا وأمريكا، لا شيء يمكن أن يقلل من قيمة هذا النصر أبدا. تلاعبت أمريكا كثيرا بمصطلح الإرهاب والإرهابي، فهم يستخدمونه بأسلوب خاص جدا. أحيانا يسمون المناضل في سبيل الحرية إرهابيا، ويطلقون على الإرهابيين اسم المناضل في سبيل الحرية. على سبيل المثال، لويس بوسادا كاريليس، العقل المدبر وراء عملية تخريب إجرامية،
حيث زرعوا حينها قنبلة في طيارة ركاب كوبية وأودت بحياة 73 شخصا من بينهم شباب. انظري، انظري ذاك الشخص حي يرزق في فلوريدا، لا بل أكثر، يسميه البعض مناضلا في سبيل الحرية. لست خائفا على الإطلاق، بل أعتقد أن الأغلبية هنا متفائلون. منذ انتصار الثورة في كوبا لم تعترض الحكومة الكوبية قط، بل سعت لأن تتعامل الحكومة الأمريكية مع كوبا بشكل مختلف. هناك نوعان من الأشخاص في الحياة، هناك من يعرف كيف يحب، وهناك من يؤمن بالمال والأمور المادية. بالنسبة لنا الحب هو أهم شيء. هناك قوة أعظم من كل القوى الأخرى، لأن التضامن باختصار هو الحب بين الناس. أعتقد أنه يوجد عناصر جدية يجب حلها قبل أن نصل إلى حالة من تسوية العلاقات. موضوع الحصار وقاعدة غوانتانامو البحرية، فكيف يمكن تسوية العلاقات بين بلدين إن كان أحدهما يبقي قاعدة عسكرية في بلد الآخر بالقوة؟ لا ننسى أنه ليس من طبيعة الإمبريالية إبقاء الأمور على حالها، فمن جهة نحن في حاجة لأن نقيم علاقة طبيعية مع جارنا، مما يعود بالفائدة على كوبا، لكن من جهة أخرى علينا أن نكون واعين تماماً لما يمكنهم أن يفعلوه الآن، ليس بالأسلحة أو الإرهاب، بل بأمور قد تؤذينا إن لم نكن يقظين ونحافظ على حالة التأهب. كما تعرفون، عندما عاد هيرالدو هيرنانديز إلى الوطن لم يكن حرا فحسب في 17 من ديسمبر بعد أن سجن لمدة 16 عاما، بل وكانت زوجته على وشك أن تنجب طفلا، وتلك قصة أخرى. هذه الصورة التقطت قبل ولادة الطفل بيومين، وقد التقطتها أنا، وكما قلت كان يشرفني هذا، إذ أننا تبادلنا الآراء عن سواء كونه ملائما أن نعرض صورة كهذه في المعرض أم لا. ولم أطلب الإذن بعرض أي صورة هنا باستثناء هذه الصورة، لأنني شعرت أنه أمر خاص جدا وأنها لحظة رائعة جدا. التقطت هذه الصورة في 4 يناير، وفي 6 يناير ولدت هما. أنا أب سعيد. الأمر معقد للغاية، يشبه مسلسلا طويلا. أتينا في 17 من ديسمبر، وكان الناس قد تفاجأوا هنا عندما لاحظوا أن زوجتي حامل. كانوا يشاهدون التلفاز ويتساءلون ماذا؟ حقيقة كجزء من عملية التفاوض وجزء من التبادل في العلاقات، وجهنا بعض الطلبات الشخصية في أمريكا. طلبنا المساعدة من بعض السياسيين والمنظمات الدينية وغيرها من المنظمات لنستطيع أن نحصل على تلك الطلبات. يجب عليك أن تعلمي أن هذا حق من حقوق السجناء في كوبا. طلبنا حينها أن يسمحوا لنا بأن نقدم عينة لتؤخذ من السجن إلى العيادة كي تبدأ العملية ونتمكن أنا وزوجتي من إنجاب طفل، ووافقوا على الطلب. إيه
إنه حلم يتحقق. منذ 4 أشهر فقط كنت قابعاً في زنزانة شديدة الحراسة في صحراء ولاية كاليفورنيا. والآن أنا هنا مع زوجتي وابنتي الجميلة وأحظى بمحبة شعبي. إنه أمر لا يصدق. إنها تجربة رائعة. أريدها أن تصبح امرأة مستقلة، امرأة قوية. أحبها أن تفعل ما تريد. أريدها أن تكون شخصاً نزيهاً ومتضامناً مع الناس. أريدها أن تكون نفسها وأن تحب تاريخ شعبها وبلدها. هذا كل ما أتمناه لها. هل كنت تخشين ألا أخرج من السجن؟ كلا، بالعكس، كنت على يقين أنك ستخرج، لكنني لم أكن متأكدة متى. كنت أشعر أن هيما ستكون النور الذي ينور حياتنا ويحول مسارها. نظرتها قوية جداً وهي تبتسم طوال الوقت. إنها لا تبكي تقريباً. هل ورثت ذلك عنك أو عن أمها؟ ورثتها من كلينا، لكنها ورثت ابتسامتها من والدها. أتمنى أن تتحلى بحس فكاهي جيد. هما ستعيش حياة ملحوظة. أظن أنها ستسعد جداً عند رؤيتها هذا. على الأرجح ستكون سعيدة برؤية الصور الأخرى أيضاً. إنه أمر رائع أن نرى الطفلة هيما بين ذراعي أبويها، لأن قصتهم ربما هي الأكثر تأثيراً ضمن القصة المؤثرة الأم، وهي قصة الكوبيين الخمسة. لقد حكم عليهم بالسجن المؤبد مرتين وكاد يخسروا شبابه. هذه الطفلة جميلة جداً. المثير للاهتمام في هذا الموقف بالتحديد أنه يمكنك رؤية القديس لازاروس من هنا وهو شفيع كوبا. لاحظ الكثيرون في الشارع أنه القديس الراعي لكوبا، وأن عيده في 17 من ديسمبر يصادف يوم عودة الكوبيين الخمسة للوطن. هذا الرجل الذي أنشأ حزباً سياسياً عام 1892 للنضال في سبيل استقلال كوبا التي كانت خاضعة للاحتلال الإسباني. فقبل أن ينشئ لينين حزباً سياسياً، كان مارتي عام 1892 قد شكل ونفذ فكرة إنشاء حزب سياسي ثوري كوبي، وعمل على توحيد كل الشعب الكوبي في النضال في سبيل الاستقلال. هذا التمثال نسخة مطابقة للأصل عن التمثال الموجود في المنصة المعادية للإمبريالية، وهي منصة موجودة مقابل مكتب رعاية مصالح أمريكا، وفيها يوجد مارتي مشيراً إلى الشمال، أي إلى أمريكا على أنها العدو.
ما يجب أن يوحد كل الكوبيين للنضال، وهذا تمثال خوسي مارتي البطل القومي الكوبي. يجب أن نذكر أن قضية كل شعوبنا وقضيتنا المشتركة هي نفسها القضية الفلسطينية أو قضية لبنان أو اليمن، إنها اعتداءات إمبريالية على شعوبنا، فعلينا أن نتحد لمواجهتها، مثل ما يعتدون اليوم على فنزويلا مثلا. ثابر الفلسطينيون أيضا على نضالهم إلى جانب البلدان التي تساندهم في مطالبتهم المحقة بالاستقلال والسيادة على أرضهم. نأمل أن ننجز الأمر يوما ما. فلسطين قريبة جدا من الكوبيين. الشعب الفلسطيني يعرف عن كثب معنى السجن السياسي. لم نفاجأ أبدا أنه عندما انتشرت قضيتنا في العالم ساندنا السجناء والنشطاء الفلسطينيون. أن نحب العالم، أن نحب الأمة والعلم، أن نحب الناس التي تحب وتنشئ، أن نحب السلام دون الحرب، أن نحب الحياة ونناضل من أجلها. حزب الله يحوز كامل احترامي. كنت في السجن عام 2006 عندما شنت إسرائيل على لبنان ذلك العدوان والإبادة الجماعية. بوسعي أن أقول إنهم أفرحوا أيامي في زنزانتي من خلال مقاومتهم وقدرتهم على معارضة عدو أكبر منهم، وكيف أوقفوا إسرائيل وأجبروها على العودة إلى خنادقها وعلى عدم المساس بلبنان مجددا. قليلون من استطاعوا أن ينجزوا الكثير مع إمكانات قليلة. عندما أرى كيفية معالجته للوضع اللبناني أذكر فيديل عندما ذهب إلى سيرا مايسترا مع 12 رجلا وهزم جيشا بأكمله. أنا أكن احتراما كبيرا للسيد حسن نصر الله وأتمنى أن ألقاه يوما. قد توجد بيننا عدة عوامل مشتركة، لكنني أعتقد أن النقاط المشتركة الأهم بيننا هي دفاعنا عن حياة الإنسان وتحقيق العدل، وذلك بسبب حبنا للشعب الكوبي وللثورة الكوبية وللثورة ككل في كل مكان في العالم. أحب الخمسة كثيراً، أحسنوا كثيراً على الوقت الذي أمضوه في السجن. أحييهم وأتمنى لهم العمر المديد. باسم الخمسة، أتعلم كم عملت لأجل الخمسة وكم ناضلت لأجل الخمسة؟ غدا سنسير لأجلهم.
أتمنى أن يبقوا سالمين ويستمروا في السير إلى الأمام وبالتضحية لأجلنا ونحن لأجلهم كي نبقى موحدين دائماً. الكوبيون الخمسة يعنون لنا الوطن وكوبا والأخوة والاشتراكية. هم قبل أي شيء رجال ضحوا بحياتهم ليس فقط لأجل الثورة بل لأجل الإنسانية جمعاء. هم عادوا إلى كوبا، كوبا الأبية بشعبها، بتاريخها، بثورتها، بشجعانها، بأبطالها، بالخمسة. عادوا، لم يعتذروا، لم يساوموا، إنما قاوموا.